السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في بلد يجازى فيه المجرم والجاني بالترقية ويطلب فيه من المجني عليه الاعتذار، لا بد ومن الطبيعي أن تكون فيه للمواطن ثورة وللمصلين ثورة وللمعتقلين ثورة وللجرحى ثورة وكذلك للشعراء ثورة، فهم كما كانوا في قديم الزمان رأس حربة يفتتح بها النضال قبل كل شيء. شكلت قافيتي بلون نزيف، لا لست أطرح في المعارك سيفي، لكن لي لغة إذا أعددتها أعددت نصرا ساكنا بحروفي. أنا تسكن أحرفي وبرسمها قبضات نصر والتحام صفوفي، مرفوعة الهامات كل جحافلي مفتوحة كفي لكل عطوفي، مكسورة رايات قاتل إخوتي وبي استقامة قاسم بطفوفي. هذا الربيع مخلد في ثورتي، لا ترتجي بعدي أوان خريفي، النصر وعد والأمومة عمة لفت بهامة صادق معروفي. نفتتح هذه الأمسية مع الشاعر السيد عباس الموسوي، فليتفضل. هلا بفبراير الثوار وهله، هلا بفبراير الثوار وهله، هلا بأهل الصمود العزم وهله، بعزيمة شعب ما خفت بالوهله، هلا بروح الشجاعة الحيدرية، هلا بروح الشجاعة الحيدرية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن صف واحد دون انشقاق، نحن صف واحد دون انشقاق، واختلاف الرأي لا يعني الفراق. نحن صف واحد دون انشقاق، واختلاف الرأي لا يعني الفراق، وجهة واحدة تجمعنا وكذا يجمعنا الدم المراق، اختلفنا في رؤانا نهجنا ثم لا ضير اختلاف الانطلاق، هدف يجمعنا في سعينا فلماذا الجري خلف الانزلاق، كلنا ننزف والجرح بنا واتحدنا حتى في جرح المآق، لم يفرق ظالم في قتلنا لم يقل هذا ائتلاف ذا وفاق، فلماذا نقبل الصوت الذي بدل الرص يريد الانشقاق، بدل الرص يريد الانشقاق، وانت معدوم وفقير ومنعدم وبحياتك بس سقتك الدنيا هم، تدري وش معنات انك تبتسم، يعني ترسم صورة افراح بألم، يعني تحفر وانت هجراحك تلم في الصخر، في الصخر درب المعزة لكل قدم، مو بعيدا نقول ومو بعيدا نقول ان انت الحلم السعيد بعين كل شخص ظلم، لأن مثلك في الزمن ما ينهزم والمعزة ما لبسها اللي انهزم، يا
يعني لو طال الزمن لازم تشم ريحة الحرية من تسقيها دم، ريحة الحرية من تسقيها دم. أحسنت يا سيد عباس الموسوي على هذه الكلمات. وننتقل لشاعرنا الآخر الأستاذ محمد اليوسف. حابين ندلع شوي. طبعا القصيدة عمرها دقائق للتو انتهيت منها، فهي إن شاء الله تحشيدا للسبت القادم. أقول 300,000 بل يزيدون، أنصت أيا دهر واكتب ما يريدون. هنا قيامة عز لا مثيل لها، شعب رمى خلفه الإذلال والهونا. مناضلون وغيم المجد هاطلهم عزما على قبضة الإجرام مجنونا. مناضلون ونخل الصبر قوسهم في أعين الظلم ما اشتدوا عراجينا. مناضلون وملح الأرض يألفهم، ما خالفوا الحب لا طعما ولا لونا. مناضلون ولا قمع يزحزحهم، فاخسأ بوهمك يا من جئت ترينا. مناضلون ووعد الله ثبتهم، لم يعرفوا راحة في الحق أولينا. مناضلون وللتحرير وجهتهم، رغما عن الموت والأقياد ماضونا. تحملوا في هوى البحرين كل أذن تحملوا في هوى البحرين كل أذن، تجرعوا في النضالات الأمرين. وخلفهم حشد الفرعون عصبته وصاح في القوم تهديدا وتخوينا. فلتطردي يا بلاد الظلم منك إلى مزابل الدهر ولتردي الفراعين. من حاربوا فيك أحلام الزهور، ومن في صدرك أركزوا بالغدر سكينا. من صادروا الدين باسم الدين، واتخذوا هواهم كيفما قد قادهم دينا. من قننوا البطش والتنكيل واحتكموا إلى البنادق واغتالوا القوانين. من طاردوا فيك أصوات السلام، فما عاد السلام سوى بوح ينادينا. من أبدعوا القتل حتى لم يعد سبب للموت إن لم تد واجتاح البلادينا. وبعيد هاش تخلي ماي ما يصير كذي. من أبدعوا القتل حتى لم يعد سبب للموت إن لم تد واجتاح البلادينا. قري عيونا بلادي، رغم أنك في حال يقرح منا القلب والعينا. قري عيونا بلادي، رغم أنك في حال يقرح منا القلب والعينا. لأن فيك رجال ليس يكسرهم عنف الرصاص ولا يلوي الرياحينا. وإن مضوا كبر الميدان تحتهم، وموعد النصر فيهم صاح آمينا. وإن مضوا كبر الميدان تحتهم، وموعد النصر فيهم صاح آمينا. قري عيونا بلادي، رغم أنك في حال
يقرح منا العين القلب والعينا، لأن فيك رجال ليس يكسرهم عنف الرصاص ولا يلوي الرياحينا، وإن مضوا كبر الميدان تحتهم وموعد النصر فيهم صاح آمينا. وها هو الوعد مثل الرعد أخرجهم حي النداء له حي الملبينا. يا نصف فبراير يا أي ملحمة في السبت قد ألهبت فيها الميادينا، اليوم نصنع درب المجد نبعثه وردا من الحب يا أرضي ونسرينا. اليوم نرفعها فوق الجباه على راحل الأكف شعارا صادقا فينا. أنصت أيا دهر هذا الشعب أطلقها ولتكتب صحف العز العناوينا. مهما تطاول ليل في تعنته باقون حتى مجيء النصر، باقونا باقون حتى مجيء النصر باقونا. والسلام عليكم. الشكر الجزيل للشاعر محمد اليوسف. يعني في فضاء هذه الأمسية نحاول أن نثير بعض الإثارات في فضاء الأدب السياسي. بداية أبدأ معك سيد عباس، يعني لو حاولنا أن نستفسر عن موقعية الأدب السياسي في الثورة في البحرين. خلي أخذ نفس مسكين توجه. فيعني مجرد إثارة بسيطة سيد، ما هو تقييمك لواقع الأدب السياسي في خصوصا مع انطلاقة ثورة 14 من فبراير؟ يعني قبل الثورة ما كان حضور للشعر السياسي بشكل كبير في البحرين، لكن مع انطلاق الثورة بدأ الحراك، يعني مع انطلاق الثورة بدأ حراك أدبي سياسي. يعني ربما في هذه الفترة أكثر نضوجاً، يعني أكثر الأدب السياسي أكثر نضوجاً. يعني ما نبالغ لما نقول ان اكثر الشعراء يشتغلون شعر سياسي في الفتره الاخيره، يعني ما تلاقي اي قصيده ما تتضمن نفس سياسي. هذا باختصار. يعني انت لا، هذا السيف لازم يجري على الكل. يعني استاذ محمد، يعني هل تتفق مع المقوله التي تقول ان هناك فارقا بين الشعر السياسي والشعر الثوري؟ هل تعتقد أن للثورة مفرداتها الخاصة وإيحاءاتها الخاصة التي تختلف عن الشعر السياسي؟ كم دقيقة أعطني؟ دقيقتين بس على السريع. أعتقد يعني بشكل عام، بشكل ارتجالي أن الشعر السياسي ممكن أن يكون في أي فترة، ممكن أن يمتهن الشاعر قصيدة سياسية لأي فترة، ولكن الشعر الثوري أعتقد أنه يخرج من صميم ثورة متحركة على الواقع على الأرض. في حال وجود ثورة هنالك شعر ثوري، ربما يحاول الشاعر أن يتقمص إحساس وحرارة الثورة في مكان ما، ولكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون الشاعر الموجود في عمق تلك الثورة. فالثورة تحرك الشاعر الموجود فيها بشكل يجعله يعني يشعل بحرارتها ويترجم تلك الحرارة على الصفحات بقصيدة تعبر عن تلك الثورة. أحسنت أستاذ محمد، ونرحب بالشاعر الذي انضم إلينا أستاذ خليل إبراهيم، ونستمع إلى شيء مما عده لهذه الأمسية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً بستفتح هذه الأمسية بقصيدة كتبتها للتو، عنوانها ماذا بعد 2011؟ وين وصلنا؟ شنو الأهداف اللي حققناها؟ شنو سويناه كشعب؟ هل حراكنا لا زال في الخط الصحيح أو لا؟ وهي يمكن تنتقد بعض الفئات ويمكن تكون فئة قليلة مو كثيرة، بس بعض الأحيان هذه الفئات تخرب على الأكثرية. بعد 2011 شنو اللي حققنا من أحلام؟ بعد ثورة وبعد دوار شنو الناتج؟ شنو الأرقام؟ ونصركم شنه مفهومة؟ وثأركم شنه علومة؟ وهل في خطة مرسومة؟ وشنه يخبر الإعلام؟ شنه الصار على الدوار؟ ومنه بهالجرى ينلام؟ وشنه الحل مع المحتل؟ وهل ألهتنا الأوهام؟ منه الرافع الراسة؟ ومنه العالي إحساسة؟ ومنه الراس كالأنعام؟ ومنه راحلة قدام؟ وشنه آخر الأصداء؟ وخطتكم على الأعداء؟ وثأركم حق دم الشهداء؟ وشنه اللي إحنا سويناه؟ وشنه اللي إحنا أنجزناه؟ لا بس اختلاف آراء ونقاش بأتفه الأشياء ونتصيد بعض الأخطاء. اختلفنا والعدو استانس، وكل فاشل لنا نافس، وأكو من يتعب ويسعى، وفي من بالثأر يأس. قلنا الشيعة والسنة مغلوطين وتغلطنا، وترى كل الخطأ إحنا، لازم نترك الماضي وننظر حق قضيتنا. إذا شيعي ظلم سني تسامح خل عادتنا، وإذا ظلمونا بعض الناس إلهي ينتقم إلنا. ومشاكلنا ترى سهلة، تعالوا نتفق ونشوف نصرنا مو فقط بشعار، ولا هو برمية المولوتوف، ولا هو بصرقة اليسقط، ولا هو بصرخة اللي يسقط، ولا كلمة وقول حروف. نصرنا إنه نواصل ونمحي عنا كل الخوف، يعني نواصل المشوار على خط ذوله الأحرار، علي سلمان والاستاذين مع المحفوظ هالمغوار، وباقي الثلة والشهداء نواصل نردع الأشرار. لا حد ينتقد فكرة وهو يائس من الثورة، وقاعد في وسط بيته وخايف بس على عمره وعلى ماله وعلى عياله وعلى أهله وعلى شغله، وماكو إحساس بالمرة. ويريد النصر على الظلام، ويريد يحقق الأحلام، وما في داخله حرة. نصر من وين بيجينا؟ وفي من عايش بغفوة، غفوة عن سجين الآه، غفوة وما لها صحوة، لا يدري بحراك الشعب وهم يشيش بقهوة. وفي من فكرة إن النصر حرب وسلاح بالقوة، إذا تب النصر يا أخ تقدم بالفكر خطوة. النصر فكرة، النصر عبرة، النصر واجب على الثوار، النصر آية، النصر غاية، النصر بمواصل المشوار. يعني ما يسكتونك، يعني ما يقيدونك، يعني ما يشوشونك، والله الباري هو عونك. فرعون انهزم يا ناس، هتلر انهزم يا ناس، صدام انهزم يا ناس، لأن الله أمر ذله. وانت يا شعب اسعى، واصل وانسه الرجعة، انت بموقف البيعة، وانت بصحوتك أحلى، وانت بوقفتك تعلى، وانت النصر كله له. غرد، شارك، اتكلم، اصرخ، سمع الأطرم، كلامك ما هو محرم، ردد وانسى كل الهم. يا أخي فرصتك تحلم،
والله بنيتك أعلم في من قاوم الطغيان وقدم للوطن قربان وتعذب من أسى السجان، وإحنا ما نبي دمك، نبي ثارك وإيثارك، نبي تغضب، نبي تلهب، نبي قلبك، نبي حبك، نبي إحساسك، نبيك تقهقر العدوان، نبيك الساعي حق الناس، نبيك تزلزل الأرجاس، نبيك تحرك الإحساس لجل ترفع إلينا الراس. وثورة بتبقى شعبية إذا صفينا هنية ومع القادة نصرنا جاي. اصبر يا أخ شوية وانا راي النصر بيكون إذا ثورتنا سلمية، وهي والله سلمية، بس في من يغيرها لجل غاياته المرة، وعلينا نواصل الأهداف وكل من بالسلم نصرة، ونبقى بخط علي الكرار وابن المنهشم صدره، ومدام احنا بخطاه نسير لابد تنجح الثورة، ومدام احنا بخطاه نسير لابد تنجح الثورة. بالوحدة إن شاء الله منتصرين. ننتقل إلى مجددا إلى الشاعر السيد عباس الموسوي. ما عاد في أوطاننا أطفال، ما عاد في أوطاننا أطفال، فصغارنا عند النزال رجال، وخيالهم ما عاد يرسم لعبة كالطفل حين تهزه الآمال. ماتت طفولتهم فلا زلاجة تهفو ولا أرجوحة تختال، ماتت طفولتهم فلا تعلو على ماء الشواطئ كالقلاع رمال. لا تيلة صارت تداعب كفهم ولعينهم فوق الثرى تنهال، ما عادت الدوامة الفلك الذي يختال في فرح إذا هم مالوا. كبرت طفولتهم وشاب شبابهم، لا لهو لا لعب ولا أطلال. ما الأمنيات حديقة براقة يزهو عليها بالضياء جمال، خطفت طفولتهم بساحات الوغى وبقسوة أحلامهم تختال. بعد الطريق إلى طفولتهم فما وهنوا وفيهم تضرب الأمثال. شدوا على رغم الظلام رحالهم، شدوا على رغم الظلام رحالهم كالسرج حين يشده الخيال. ومشوا ورايات البلاد سماؤهم، ما همهم ما قاله العذال. ستعذبون، ستسجنون، ستقتلون، توقفوا إن الوصول محال. لا تنظروا نحو المعالي واقنعوا، وكفاكم ما قد جناه خيال. لكنهم وعلى الجراح تقدموا، لكنهم وعلى الجراح تقدموا، إذ عز في نيل الحقوق منال. حملوا طفولتهم على أرواحهم والأمنيات على التراب أسالوا. لا شيء يوقف زحفهم، لا شيء يوقف زحفهم، إذ رن في أذن الطفولة تستغيث أوالوا، أذن الطفولة تستغيث أوالوا. أحسنت سيدنا العزيز. وننتقل مجددا إلى الشاعر الأستاذ محمد اليوسف. في هذا اليوم ودعنا شهيدة أخرى ونجما آخرا في سماء هذه الثورة، الشهيدة السعيدة أسماء من قرية جد الحاج. فعلى إثر ذلك كتبت هذه الأبيات أقول فيها: شهيدة إثر شهيدي، سعيدة إثر سعيدي، وهكذا أيامنا تنثج من بحر الوريد. يا غدو ماذا خبأ الفجر إلينا من جديد، يا غدو ماذا خبأ الفجر إلينا من جديد، والليل
لا يفهمنا إلا بأصوات الجنود. وكلما اشتد الردى صاح الردى هل من مزيد يا غدو؟ هلا جئتنا يوما بوعد لا وعيد؟ هلا فتحت العين عن صبح وإشراق فريد، عن فرحة تطلقها البحرين في كل الوجود، عن زغردات النصر، عن دمع سعيد بالخدود، عن ضمة في الصدر تحكي قصة الصبر العتيد، عن نظرة في عين من قد كسروا حقد القيود، عن لحظة نلقى بها أحبابنا خلف الحدود، عن مشهد ما كان فيه من جريح أو طريد، عن موطن حر بلا ظلم ولا شعب عبيد. يا غدو يا غدو مالي كلما حدثت تمضي في صدودي، هلا فتحت العين فالإصباح آت من بعيدي، والليل كاد الليل أن يغفو فأسرع بالردود، وإذا عمود الفجر نودي والجواب عليه نودي، بحرين بحرين يا وطن السلام وقصة الصبر الحديد، بحرين يا لغة الجمال وثورة الفم والورود، بحرين يا تربا من العليا وشعبا من أسودي، هاك الجديد من الشهادة جاء في فجر جديد، هاك الجديد من الشهادة جاء في فجر جديد، أسماء يا شعب الفداء فقم لتوديع الشهيد، وعلى إبائك فلتقف واشمخ وصح فوق اليزيد، والله لن يقف السرى يوما وحق دم الوريد، يمضي لآخر ثائر لمحطة النصر الأكيد، فالشعب من طفل ومن شيخ صمود في صمودي، فالشعب من طفل ومن شيخ صمود في صمودي. أحسنت أحسنت. وننتقل مجددا إلى الشاعر خليل آل إسماعيل. طبعا القصيدة بعنوان أمنيات شاعر، فلكل شاعر حلم وأمنية يود أن يحققها، وهذه هي أمنيتي. شاعر لي أمنياتي بموطن الحر المجيد، واختصرها في شعر يحمل قواف من الأمل، أسرد أحلامي وطموحي وكل شطر يحمل رعيد، واكتب إحساس الولاء واختصر حلمي بجمل. أمنياتي أصعد بنصري منصة بشي فريد، شي يفصل ثورتي وأبياتي كلها تنقبل، شي حماسي وثوري واسلوبي على السامع جديد، بساحة مملية من أصحابي وشعبي والأهل، واصبح أول شاعر بيوم النصر هل كان عيد، يصعد بنصر المنصة وصوته يوصل كل محل، واذكر المجروح مرة واذكر بشعر الشهيد، والشعب حاضر وطاغوته مضى عنا ورحل، واذكر المفصول والمحروم واذكركم أكيد، واشكر بدمع السعادة خالقي عزة وجل، واذكر السجنوه ظلما واذكر بدمع الفقيد، والقي ما يحوي الورق أو ألقي شعري مرتجل، واسمع التصفيق وافخر وانظر الوجه السعيد، واسمع أحسنت وأعد يرحم بطن جاب البطل، حقي أحلم لأني شاعر
لو بعد حلمي بعيد وانا الثائر ماكو في قاموس خسران وفشل، حقي القي هالقصايد كلها باسلوب النشيد، المهم الهب حماس الكل بلا خوف وخجل. شعبي صرخات الحسين وطاغي بلادي يزيد، وعدنا شبه الثقفي ما يعرف بثأره وجل. الجرب شعبي جعلني ثابت وكلي حديد، وموتي في حب الوطن عندي مثل طعم العسل. أمنياتي يا شعب في عمرك اللحظة تزيد، مثلا ضحك الطفل والده بالجور انقتل، مثلا رمز سجن القيل أبيات القصيد، وانظره قدامي حاضر واضرب بفعل المثل، مثلا أوقف وأكسر بإبائي كل عنيد، ودي أستعرض شموخ بلا شماتة ولا زلل، ودي أسأل كل ظلوم وكل خبيث وكل بليد، ما توقعت السقوط انه ترى شيء محتمل، ما توقعت ان جرمك منا لا ما تستفيد، ما توقعت ان نصحى وينتهي دهر الكسل. ولازم احاسب جميع الكدرة وعيش الرغيد اللي مسوا شرفي وعرضي، وتعرفون اللي حل احسابي للجلاد والخاين وللغاصب شديد، خصوصا من رقص بجراحي وانسر واحتفل. الوزير الصحفي الشرطي المثقف والعميد، سني لو شيعي في ذيك اللحظة لازم ينسأل، والمعمم اللي خان عمامته وخان العديد بيتحاسب على ما سوى وعلى ما هو فعل. كل شي بالقانون، مو سجن وإهانة وحزوريد، مو قطع أرزاق مثل اللي جرى فينا وحصل. هذه هي أمنياتي وأمنية أم الشهيد، وأنا من حقي أحقق حلمي وانظر للأمل، وارفضني أبقى عايش في البلد عيش العبيد، ولو بعيش بذل عندي أنذبح بس ما أذل، ولو بعيش بذل عندي أنذبح بس ما أذل. أحسنت يا أستاذ خليل. طبعا الآن سوف نمر في مرور ختامي على الشعراء، كل واحد يعطينا بشكل سريع ماذا يقول في ختام هذه الأمسية من أبيات. نبدأ بك سيد عباس. قسم المختبر من حل لو دمي، قسم المختبر من حل لو دمي، قالوا الصمود النسبة مرتفعة، قلت أنا صمودي من بطن أمي، جيت الدنيا قبل أكمل التسعة. نحن قوم نعشق الموت إذا الموت تعذر، نحن قوم نعشق الموت إذا الموت تعذر، وإذا كان طريق الموت للجنة معبر، وإذا كان إلى الدين حفاظا وعلوا، وإذا كان إلى الأمة عزاً وتحرر. نحن قوم نأنس الزنزانة العمياء عشقاً، حينما تصبح محراباً به الذنب يكسر. نحن قوم نألف الأوجاع والآلام حتى صارت الآلام والأوجاع في الأعماق سكر. هكذا نحن، هكذا نحن بوجه الريح، ما زلنا ثباتاً نكتب التاريخ بالدمع وبالدم المطهر. من تراه مثلنا يرسم وجه الأفق شمساً ليعم النور دنيانا بمسجون ومنحر؟ من تراه مثلنا يبسط كف الود حباً ويواري جرحه الغائر والنيران تسعر؟ من تراه مثلنا يخفو على دمعة عين لتنام الأعين الموجعة الأخرى ويسهر؟ من تراه مثلنا يحتضن الجمر بصدر ويرش الأرض بالعطف وفي الأحشاء مجمر؟ هكذا نحن كقرص الشمس نزداد احتراقا، نكتم الآهات والأوجاع
والأنوار تنشر، نطبق الجفن على ليل القذا ثم نواري ظلمة الليل وما فيها من السوء بمحجر. نطبق الجفن على ليل القذا ثم نواري ظلمة الليل وما فيها من السوء بمحجر، ونضيء الليل كالبدر فلا نعكس إلا شعلة الأنوار من قلب بذور الخير أضمر. هكذا نحن على الدنيا اختصارات حنان ومدارات سماوات من الحب وأكثر. نحن قوم مبدئيون رساليون صدقا، إن ملكنا كان بالعطف ولا نحكم بالشر. هكذا نحن على الدنيا، هكذا نحن بها كنا وما زلنا وفيها سوف نبقى، هكذا معدننا لا يتغير. نعم معدننا لا يتغير، لأن طينتنا من فاضل طينة محمد وآل محمد. أحسنت أحسنت يا سيد. مع الشاعر محمد اليوسف. المواضيع كثيرة وصراحة شوي احترت، بس في وجود موضوع عن سماحة الشيخ إيساح مقاسم أقدمه وأعطيه الأولوية، فأقول لك في الرقاب إلى الحساب ذمام، تغلي على بركانه الأيام، والله لن يصلوا إليك وإن سعوا وتجرؤوا فعلى السلام سلام، إن كان من حمق فهذا حده، إن كان من حمق فهذا حده، فارجع لرشدك أيها الإجرام، حتى هنا وكفى فما من بعدها للشعب في هذا المقام كلام. كل الردود فتائل مقدوحة بجنون فعلك والثراء الغام، حاذر فخلف الصمت يقظة فارس في حزمه يتحدث الصمصام، خابت ظنونك إن حسبت بأن من يغلي كمن هو في القصور ينام، وإذا عزمت فثق بأن جموعنا في حفظ قاسم كلها أرقام. يا قائد الشعب العظيم، تحية كبرى لعينك أيها المقدام، مهما تعدوا أنت رغم أنوفهم جبل وهم في ذلهم أقزام. من قال أنك مفرد خسئ العمى، ولمثل شأنك خابت الأوهام، والشعب كل الشعب في جمعاته من تحت منبرك الحنون غلام. يا قاسم الأرواح فيك من الهوى جنداً، أغيرك في هواك يلام؟ وعلى اختلاف العاشقين وعشقهم من شكل عشقك تصنع الأختام، وهي الحياة بطولة ومواقف، وبخطو نعلك يعرف الضرغام. لولاك لولاك بعد الله يوم تمرد الحقد الدفين وجاءنا الأقوام، ما كان يبصر حينها أو بعدها أمل إلى العيش الكريم يقام. ما كان يعرف من صهيل جنونهم للبطش والمكر العنيد لجام، لولاك لم تقف الرجال ولم تكن مثل الرواسي تثبت الأقدام، لولاك لم تكن النساء فواطم الإقدام منك ولم يكن إقدام. لما تلقمت البنادق بالردى وعلى الحشود تهاطل الإجرام، وعلى ضمير المنصفين بغدرة ترمى بأقواس الصلاح سهام،
فانفض كل الخوف إلا خوف أن يسبى من الوطن العزيز زمام، ويهان كل مقدس في ديننا، وتداس فوق ترابنا الأحكام. حياك يا شيخ الرشاد، حياك يا شيخ الرشاد بصبره في كل صبح بالهدى الإسلام. وإليك كم شق الفضاء بشوقه من كل قلب في أوال سلام. مهما هناك يحاولون بجهلهم ظلما، فأقصى سعيهم أحلام. هيهات لا يلغي السراب حقيقة يوما، ولا يطفي الضياء ظلام. هيهات لا يلغي السراب حقيقة يوم، لا يلغي السراب حقيقة يوما، ولا يطفي الضياء الظلام. أحسنت أحسنت، وطيب الله أنفاسك، وختامها مسك مع الشاعر خليل آل إسماعيل، فليتفضل. كسرت من ذل الزمان قيودي، وصرخت حرا فاستبان وجودي. ذبحوا الأمان بداخلي، فتعجبت عين الطغاة بقوتي وصمودي. فأنا الذي أسمو إذا ذقت الأذى، وأنا الذي يبقي الممات خلودي. وأنا الذي ألقى الشتيمة منكرا، وأرد مبتهلا لهم بورودي. وأنا الرجال فوارسي وأشاوسي، وحرائري صبرا وحرائري صبر يزيد وقودي. وأنا كموسى في السجون مكبلا، لو طال سجني طال فيه سجودي. لازلت في قفص الجريمة موضعا، وبراءة انتهكت ومات شهودي. فالعين تبكي والدموع غزيرة، حفرت سبيل النصر فوق خدودي. يا ظالمي يا ظالمي، لما بالرصاص رميتني؟ ولما تعارض ما تبوح ردودي؟ فالأرض أرضي إن أردت صراحتي، والملك ملكي والجنود جنودي. وورثتها عن والدي لسلالتي، بل أصلها متوارث بجدودي. ما زادهاك لكي ترمل نسوة؟ ما زادهاك لكي تميت أسودي؟ ما زادهاك لكي تيتم طفلة؟ ما زادهاك لكي تزيل حدودي؟ لن أنثني، والحق يبقى للمدى، وأنا سأبقى دائما بعهودي. للموت يرعبني، فموتي غاية، فشهادتي وعد بعرق وعودي. سأرد للميدان أحمل غايتي، فأنا مضيت إلى الرجوع عقودي. فأنا كسرت قيود ذلي ثائرا، وصرخت حرا فاستبان وجودي. وصرخت حرا فاستبان وجودي. هيا أيا ثأر الحسين بكربلا إثأر، هدم صروح الجور، هدم معتد دمر. هيا فقل قد أعذر الإعصار، من أنذر قرر وقرر. فالشهيد بموته قرر، قرر وقرر، فالشهيد بموته قرر. أحسنت أحسنت، جزيل الشكر والتقدير للشعراء الكرام على هذه المشاركة، ولكم جميعا على الحضور. وإلا أن نلقاكم في أمسيات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.